على أن الشرجاوي اليوم كامل العدد. عندنا ضربة ركنية لأصحاب الأرض الآن. الشرجاوي في البداية وكرة جول. جول! ما أجمل البداية يا شرجاوي! ما أجمل البداية يا ملك! شاهين عبد الرحمن ينقض عليها كالصقر. شاهين ينقض كالصقر في اللعبة الماضية ويسجل أول أهداف المباراة في وقت مبكر. المدافع الشرجاوي، نعم، ضربة ركنية ما كانت الرقابة موجودة، لذلك شاهين يقدم نفسه. ابتسم أنت في الشارجة، ابتسم لأنك من عشاق فريق الشارجة. في أرضية الملعب وعندنا محاولة عيناوية الآن، اختراق وانطلاق وتصويبه. الله الله! إدياكي بمجهود فردي جميل جدا يعيد العين للتعادل. يا سلام على العيناوي وعلى إدياكي. يهدأ كثيرا لكنه عندما يعمل فإن العمل يكون بهذه الصورة الجميلة. إدياكي يسمراني. الله 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 الله! بكل روعة ركنها بطريقة جميلة وأعاد العين إلى واحد واحد. في هذه اللحظات حارس المرمى محمد يوسف الذي أبدع في الدقائق الماضية لم يستطع أن يقف أمام كرة إدياكي. عمر عبد الرحمن، لعبة عيال عمر عبد الرحمن، أبراسه. الله! مستحيل يا جا! العيناوي يغلب الطاولة عن طريق كبير هدافي المسابقة في ليلة الكبار. الزعيم يقبض على الملك، قلبوا الطاولة، حولوا تأخرهم إلى فوز بهدفين في ليلة الكبار. يظهر الكبير أجيال من عيال عبد الرحمن، ولمسة فنان على رأس جيان تأتي النهاية السعيدة. يسجل الهدف رقم 25 له في دوري الخليج العربي ويعتلي قائمة هدافي المسابقة. الغاني يعزف الأغاني. حدثت الطفرة الكروية الإماراتية، نعم، وبالتالي يرتبط بحضور مانشستر سيتي. وعندنا كرة الثالث. الله! حسمها أجيان، حسمها بهدف ثالث. نعم، اللاعب رقم ثلاثة يسجل للعيناوية الهدف الثالث وينهي الأمور تماما في هذه الأمسية. من عمر، دائما من عمر، دائما من عمر. الزعيم مستمتع بتذوق العسل من بيت النحل الشرجاوي. هدف ثالث والعيناوية يبحثون عن المركز الثالث. كبير هداف المسابقة لا يكل لا يمل، إنه عاشق للشباك، إنه محب لاهتزازها.